بعد تصدر عناوين القبض على أكبر شبكة للاعتداء على القاصرين في لبنان، بطلها صاحب محل حلاقة للرجال والذي كان يستدرج المراهقين عبر تيك توك، وبعد إغرائهم بتصويرهم عبر صفحته وهو يقوم بحلاقة شعرهم كان يدعوهم لحفلة، ويتم الاعتداء عليهم من قبل عصابة منظمة وتصويرهم وابتزازهم. هذه الأخبار جعلت أغلب محلات الحلاقة الرجالية فارغة، حتى ظهر ترند جديد على تيك توك قام به أصحاب محلات الحلاقة الرجالية يسخر من هروب المراهقين والشباب من المحلات، وكيف أصبح الحلاق يبتعد مسافة مترين خلال الحلاقة حتى لا يتم فهمه بشكل خاطئ. هذه القضية فتحت باب التساؤلات حول هوية المسؤول فعليا عن الحادثة، متهمين الأهل بالإهمال وترك أطفالهم للسوشيال ميديا ليتواصلوا مع أشخاص لا يعرفونهم بهدف الترند والشهرة، وكيف أن الأهل يعتبرونها نوعا من الرجولة والحرية، أي ترك الطفل يعتمد على نفسه وعدم سؤال عن أماكن ذهابه في وسط الغابة التي أصبحنا نعيش بها اليوم. فهل أصبح الأهل على وعي كامل بمخاطر السوشيال ميديا؟ والأهم، هل الدول أصبحت على يقين بخطورتها وضرورة مراقبتها؟